محمد صلاح وافضل لاعب في افريقيا، شايف ان هو قادر ان هو يتفوق على ساديو ماني وبيمينج ولا صعب عليه؟ والله هو لو حاجه متابعين الصحافه العالميه، معظم الجرايد العالميه بت 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 يعني بتعدد محمد صلاح وشايف ان فرصته كبيره، لان طبعا انجازاته السنه دي كانت انجازات كبيره اكتر من ساديو ماني. وساديو ماني عمل موسم طبعا كويس، يمكن يعني كان ينقص محمد صلاح انه ما يتصابش في النهائي تشامبيونز ليج، بس برده ده ما يقللش من فرصه. انا شايف ان فرصته كبيره جدا. ساديو ماني يعني عمل موسم كويس بس مش زي محمد صلاح. محمد صلاح اعتقد هو المرشح نمره واحد بنسبه 90%. محمد صلاح هو اللي يقدر ياخدها. لما تبص للثلاثه بيير اوباميانج في عام 2018، لما تقارنوا ما بين صلاح وساديو ماني، صلاح بيتفوق عليه انه وصل كاس عالم ووصل نهائي دوري ابطال اوروبا وخد افضل لاعب في الدوري الانجليزي وخد هداف الدوري الانجليزي. فاذا اوباميانج مش موجود بالنسبه للمنافسه مع صلاح ومع ساديو ماني. نرجع لمنافسه صلاح مع ساديو ماني، الاثنين تقريبا الند للند، ولكن صلاح يتفوق عليه برضه بافضل لاعب وهداف الدوري الانجليزي، وحتى هذه اللحظه في الدوري الجديد هو بيتصارع مع اوباميانج على الهداف، وساديو ماني مش موجود في القصه. انا شايف ان محمد صلاح بلا نقاش وبلا جدال كل الامكان، كل الامور بتصب في مصلحه محمد صلاح. محمد صلاح يقدم اداء رائع، يقدم اداء يعجب جماهير كره القدم المصريه والافريقيه والعالم جميعا. يعني محمد صلاح نجم بيتحلى بكل المقومات اللي بتاكد ان هو نجم كبير، وان شاء الله مستقبله اكبر ان كان هو هينافس على مستوى افريقيا كافضل لاعب. لكن انا اعتقد ان محمد صلاح طموحه اكبر من كده، وان شاء الله نشوفه في بينافس على افضل لاعب في العالم. اعتقد المنافسه بين صلاح وأوباميانج، بس اعتقد ان صلاح ان شاء الله هيحققها المره الثانيه على التوالي باذن الله. محمد صلاح بقى حاله وظاهره، ظاهره في الشارع العالمي كله. انا كنت كان ليا الشرف ان انا كنت موجود في كاس العالم في روسيا، كانت الناس في روسيا بيقولوا محمد صلاح بيتعاملوا معاه ان هو بالفعل خلاص بقى رقم ثلاثه على مستوى العالم وفقا لتصنيف فيفا. اعتقد محمد صلاح جدير موضوع افريقيا واي منافسه ان هو ياخدها باذن الله.